يمكن امبارح كنا بنتكلم عن تشريع يخص مشروعات الهيدروجين الأخضر واستثمارات الهيدروجين الأخضر، ودي تشريعات ذكية ومستحدثة ومجهود بيتعمل من قبل نواب المجلس علشان نحل مشاكل المستثمرين ونجذب رؤوس أموال جديدة في مجالات جديدة يمكن تكون هي مجالات المستقبل. يمكن كان من القوانين بيقف عندها مستثمرين وبتوقف مشاريع هي مسألة القانون الخاص بالأراضي الصحراوية. مجلس النواب خلال جلسته العامة النهاردة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافقوا بشكل نهائي على أنه يعملوا لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية يعملوا مشروع قانون مقدم من الحكومة بالفعل علشان يعدلوا القانون رقم 143 لسنة 1981 فيما يخص الأراضي الصحراوية ويعني نسبة تملك المستثمرين فيها. ده كان عامل قلق شوية بالنسبة للمستثمرين، وأعتقد أن ده بيتم تعديله النهاردة أو يمكن وافقوا عليه بشكل نهائي. هنعرف التفاصيل من النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب. مساء الخير على حضرتك سيادة النائب، ويعني اشمعنى اخترتوا هذا القانون؟ وبالتأكيد كان في يعني مطالبات بتغيير هذا القانون فيما يخص المستثمرين الأجانب وتملكهم في هذه الأراضي. مساء الخير حضرتك الاول، والحقيقه انا بقول لحضرتك انه هذا القانون كان في بند شديد الاهميه لصالح المستثمر العربي والاجنبي الذي يرغب في الاستثمار في مصر في الاراضي الصحراويه وعمل التنميه اللازمه سواء هي زراعيه او صناعيه او خلافه. وهذا القانون كان بيتضارب ويتعارض مع قانون الاستثمار الرقم 72 لسنه 2017 الذي يتيح التملك والتوسع في التملك، لان احنا بنتكلم عن جذب استثمار وعن تشغيل عماله وعلى ان احنا بلد يعني من المهم والله في مكان ان يكون تصدير العقار فيها بشكل كبير جدا عشان الحصول على عمله امر مطلوب. القانون ده كان فيه بند بيعيق هذا الموضوع، ان هو بيحدد المساحه انها لازم تكون اقل من 51% بالظبط كده، والنسبه المئويه للمستثمر الاجنبي في الشركه. فاحنا بالفعل عملنا تعديل على هذا القانون في المادة رقم 11 و12، أتحنا فيه الحقية للمستثمر العربي أو الأجنبي أنه يحصل على المساحة اللي هو شايفها مناسبة ليه طبقا لقدرته المالية وطبقا للتنمية المطلوبة، وبالتالي أصبح هذا القانون أصلا كده بيتفق مع قانون رقم 72 لسنة 2017. الأول كان القانون الاستثمار بيسمح والقانون 143 قانون الأرض الصحراوية لا يسمح، فكان في نوع من انواع التضارب. احنا دورنا ان احنا نعمل التوافقات القانونيه اللازمه التي تدعم الاستثمار، تسهل جذب المستثمرين الاجانب، لا يكون هناك اختلافات في المضمون الفكري بين قانونين في نفس اللحظه. الحقيقه القانون ده بشوفه انه قانون يعني كان واجب تصحيحه من بدري، اتاح واعلم بشكل مباشر. ليه كان في تخوف سياده النائب من هذا القانون، او الناس كانت هنا بتتكلم عن نسبه الملكيه والكلام ده، ليه كان موجود؟ لأن المستثمر الأجنبي اللي جاي ياخد قرض عشان يعمل استثمار زراعي أو صناعي بيلاقي المستشار القانوني بتاعه بيقول له والله في قانون آخر غير قانون الاستثمار بيمنع إن أنت تكون عندك حصة أكثر من 51% ولازم يكون مصري. فبالتالي المستثمر بيخاف، المستشار القانوني يقول له لا أنت كده في قانون آخر بيحجبك وبيمنع من إن أنت تحصل على النسبة الأكبر. إنما النهارده شلنا هذا البند، أتحنا له الاستثمار بالمساحة المناسبة ليه. الدولة بتعلن بشكل مباشر ان قوانينها متفقة ومتسقة مع فلسفة واحدة وهي جذب الاستثمار. احنا بنستحدث هذا القانون ولا ده معمول بيه في دول اخرى؟ ومفيش اي داعي لو في تخوفات بقى اخرى من تملك المستثمرين للاراضي؟ لا بالعكس طبعا، احنا مع مدرسة جذب الاستثمار، مع مدرسة اتاحة فرص التشغيل الاكبر، مع مدرسة احضار واستدعاء العملة الاجنبية لمصر عشان تفتح ابواب رزق للمصريين. والحقيقه دي سياسات كل العالم، الناس كلها بتبحث عن المستثمرين، الناس كلها بتدور على الاتحيه الاكبر والجذب الاكبر. بالعكس في تنافس بين الدول وبعضها في جذب المستثمرين، فمش ممكن يكون عندنا قوانين متضاربه تخلي خصوصا مع الوضع الاقتصادي العالمي المتازم يعني. طبعا، فبالتالي لا احنا ماشيين مع النسق العام اللي هو الصح واللي هو لصالح بلدنا واللي هو هيتيح فرص تشغيل اكبر، لان اي مستثمر جاي من بره لازم يلاقي مناخ استثماري مناسب وقوانين يعني في اتجاه واحد
ويلاقي كمان اصلا انه ما عندوش اي مخاطر، لان المستثمر هيقول طب انا القانون ده فيه تعارض معايا، انا اخاف لما اجي اصفي الشركه لما اجي اطلع يحصل تعارض، وده كلام حقه يعني. وبالتالي كان هذا القانون هو قانون يعني ايه بيصح وضع يجب تصحيحه. يعني الحقيقة أنه برضو مبارح شوفنا من مسألة قانون الهيدروجين الأخضر، واضح أنه في مجموعة من القوانين بيشتغل عليها مجلس النواب كلها بتصب في صالح الاستثمار. بالفعل هو الحقيقة يعني زي ما قلت ساعتك، هي في فلسفة فكرية هي قائمة على تنقية القوانين بما يجعل المناخ الاستثماري والقوانين ميسرة لصالح المستثمر المصري والأجنبي. منافع جاهدين أن كل ما يعرض بالحكومة في هذا الإطار نعرضه على اللجنه المعنيه، اللجنه النوعيه، ونعرضه على الجلسه العامه. الى الحقيقه المناقشات مع الساده النواب كلها بتصب في مصلحه الاستثمار المحلي والاجنبي، واللي الناس مقتنعه تماما ان اي اعاقه لابد من ذاتها على وجه الصراحه. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. سياده النائب طارق شكري وكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. بالتاكيد احنا محتاجين يعني تعديل على أي قانون يخص الاستثمار لإنجاز هذا الأمر، لأنه الكل بيتحدث عن الاستثمارات، الكل بيتحدث عن جذب رؤوس أموال في ظل وضع اقتصادي عالمي متأزم، فلازم إحنا كمان نكون يعني على نفس وتيرة كل حاجة بتحصل حوالينا، لازم نغير ما يجب تغييره وتفعل هذه القوانين بصفة يعني سريعة، ويوصل ده كمان للعالم وللمستثمرين اللي عندهم الرغبة انهم يكونوا موجودين في مصر.